مرحبا عواد، شلونك؟ تسمعني؟ تسمع ولا ما تسمع؟ عواد طفل من مئات الأطفال اللي يعانون من ضعف السمع. عواد لو مركب سماعة طبية بوقت مبكر كان الآن ينطق، ولكن ما كان عند أهله القدرة أنه يركبوا له سماعة. حالها حال الكثير من العائلات السورية بعد الحرب والنزوح. هو قادر على النطق، ولكن ما عنده مخزون مفردات حتى يتكلم بكل بساطة لأنه فاقد السمع. قدمت اليوم منظمة الأكشن سماعة طبية لعواد، وعواد الآن يجاهد أنه يتكلم بوضوح ويتواصل مع أهله وأخوته وأصدقائه ويعيش حياة طبيعية مثله مثل أي طفل. شلون عواد؟ أحسن، صرت تسمعني؟ تريد تحكي يعني مو؟ بس ما تعرف تحكي.